كان يقول زمان كان يقول الفلسطينيين انتم ما فيكم خير، لو فيكم خير حررتوا بلدكم، الحين راح يحرروا البلد وانتوا يستسلموا. ايوه الخونة. رموا طلاطيع، يخرب بيتكم انا طلع بس ساعه وهرب، يخرب بيتكم هرب. طلعت قدام المدام وين راح فيها المساكين هالغزه؟ بيوت مدمره، الشعب مات. حسبي الله والله، هذه جريمه يحاسبون عليها امام الله. والله يحاسب عليها يحيى النصور، والله يحاسب عليها امام الله. هو قاعدين يا جماعه الحركه، قال يا حركه انتم قد شيء رفع على التوب، يعني انتم دخلتوهم بتهلك، رميتونا قدام استسلموا استسلموا ايها الحركة الشريرة، حسبي الله عليكم استسلموا. ايها الخونة اما تطلع تسوي الفيلم وتهرب، يخرب بيتك على كلمة عباس. لديك حيث متابع واحد ولا اشك في الامر يا سوبرمان. الآن اللي ذبح 30,000 إيه؟ لا ترى بس أنا طريقة أقدر أتعيش بس هذا الغلط مو صعب والله. معلش قطعتك استراتيجية، بس أنت تبي تسأل لكل حسألة، هل اللي ذبح هؤلاء 30,000 هو مقاومة؟ سؤال بسيط. 30,000 اللي ذبحهم مين؟ اللي ذبحهم من تسوي في ذبحهم؟ لا 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 تسوي تويست للسؤال. ما دو... أنا ما قلت لك من تسبب، أنا قلت لك من ذبحهم. لا 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 تتلف الدور، تتلف الدور صديق، هذا أنت في نفر ما في معلوم صديق. وش اللي أنا ما قلت لك تسبب؟ أنا الآن إذا جيت وذبحت شخص، أخي شوف الآن إذا واحد غلط علي ورحت أنا ذبحته، حيقولوا من تسبب؟ حسبي الله فيك. لا حيقولوا أنا مجرم ذبح، هذا جريمة. حمدي تعال لايف استراتيجي، انا بدرب هذا الحساب بفتح الاستاذ. أنا أبي منك